واللي راحوا ولادهم ضحية كرة القدم والشهداء كلهم، الشهداء من ساعة ثورة من ساعة 2011، من أول الثورة 25 يناير وبعد كده 30/6، كل الشهداء دول لازم يتكرموا. فأنا بقول إن هو السيناريو رباني من عند ربنا إنه يكرم الشعب ده. يا رب يا رب. يا نجم النجوم. يا صباح الحنكبات. أيوه كده بقى، أيوه كده، ارجع للفورمة بتاعتك. كابتن نجم. ارجع للفورمة، كنت شايل هم تقيل أنت على قلبك، أنا عارف، والله عارف. كنت ما برضاش اضغط عليك في المكالمات اقول سيبه، يعني حبيبك برضه وسيبه. مع ان انت عارفني كويس ومربوط. قول لي بقى، قول لي قول لي بيقول لي حبيبك عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه يا كابتن؟ الاول الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن وليد صلاح بيسلموا عليك وكل الناس بتسلم عليك. لا بالسن، هو كابتنكم الاول كابتن. يلا يلا. عايز اسلم على الكابتن شريف، وكان وشه حلو شفته في الفندق قبل وبعد المباراه. وطبعا العبقري وليد صلاح الدين، ربنا يخليك. اهو انت ده، انت العبقري، انت بالحضري ده طلعت عبقرة. الله يخليكم، الله يخليكم، وكلكم يعني بنقول لكم مبروك. ويعني عارف والله الواحد من كتر فرط السعاده بقى ساعات يبقى مش عارف يتكلم، مع ان انا مكلمانش يعني. يا كابتن انتوا عملتوا حاجه جميله قوي بصراحه، يعني مهما نتكلم اكيد مش هنقدر نوصف الاحساس اللي انتوا طلعتوه كصوره كامله. انا بتكلم كصوره كامله يا كابتن احمد، حاجه فرحتوا، مش عايز اقول لك فرحتوا العالم العربي كله، ودي حقيقه يعني. كل الناس، كل التهاني، كل الدول العربيه، احنا طبعا الفرحه بتاعتنا لا توصف كجماهير مصريه وشارع مصري. انا كمان عايز اقول حاجه، انا كنت اسمع كلام كتير قوي، بس كنت لما اجي اسمع وليد صلاح الدين ارتاح. احس ان برضه مصر فيها حد فاهم وحد. ربنا يخليك يا كابتن. اه بجد والله يا وليد، ربنا يخليك يا كابتن. يعني مع انت يعني يعني عشرتنا طويله ويعني سنين طويله، لكن انا عارف ان انت دماغك كبيره وبتعرف توزن الدنيا وبتعرف تتكلم صح وبتفهم. بقول يا رب يا رب يعني يعمل لنا 20 30 حد من النوعيه دي، عشان بس يفهموا الناس، ما الناس ما تتوجهش بشكل يعني مش حلو وسلبي. لكن الحمد لله برضه في ربنا بيحط لنا حد زي وليد كده في يفهم الناس الصح والغلط. والله ربنا يبارك لك يا رب. يا كابتن انا عايزك تقول لي اللحظات الصعبه قوي قوي اللي انت عشتها امبارح. وصفها لي، وصفها لي كده. نكسب قياده الدين على طول. ما انا عارف يعني بقى احنا في مصر بقى ما تدخلش. انا عارف، مش عايز اقول بقى السنه الاخيره والفضل الحمراء، خلينا نتكلم من احنا مصر. لا لا بجد بجد، لما تكون شغال وشغال زي الشغال دوت، عنده الشفافيه دي والشخصيه دي والاخلاق ده، وفعلا في عمل متكامل ومحترف، انت ما بتبقاش تخفف ربنا ابدا في اي وقت من الاوقات. اكيد تلاقيه حتى اللعيبه اللي على الدكه كلهم قاموا، كلهم حطوا اللعيبه، وكان فاضل ساعه مش فاضل اربع دقائق. فعلا فعلا والله العظيم كانت روح مش معقوله، وخصوصا من حراس المرمى شريف والشناوي. يعني حسيت ان هم لما، طب انا هقول لك على حاجه تضحك جدا بقى. قول لي. لما الناس اللي هي ضباط الامن اللي واقفين يعني يمنعوا الناس من دخول الملعب، لما جبنا كل اللي دخلوا الملعب ضباط الامن. كله يا كابتن. يا كابتن الفرحه كانت فظيعه امبارح يا كابتن. تتكلم في حاجه حلم يعني. اه تتكلم في اللي كل الناس نزلت حتى مراكزها، وهي واقفه هنا ليه؟ وكان هيفطسه محمد صلاح الحمد لله. كابتن ناجي، عايزك تديني يعني كواليس كده بعد المباراه، او اطرف موقف حصل بعد المباراه. نطوا في الميه بقى. لا غير نطه، غير نطه البسين يعني، حاجه ما اتشافتش يعني، حاجه انفراد منك كده لينا. لا يعني هو اللي حصل ان احنا طبعا اللعيبه كانت فرحه هستيريه طبعا في الغرف جوه، وراسي بقى وعجن وبتاع، انت عارف انت الحاجات دي احنا طبعا اسدد مش مترتبين فيها قوي يعني. ايوه بيعجن واللي كده يعني. وطبعا كان في قعده بعد العشاء مع مهندس انا بريده والوزير خالد عبد العزيز، وكان في موجود كل اعضاء مجلس الاداره واحمد ابو هشيمة ويعني الناس اللي هي طبعا يعني اللي هم رعاه المنتخب، وقالوا كلام يفرح اللعيبه يعني الحمد لله. كانت فرحه كبيره جدا، وطبعا ما نمناش سافرنا، رحنا على نقابل السيادة الرئيس اللي بشكره من خلالك برضو، انه يعني تكريم فوري يعني
بسرعه جدا وحسيت ان هو كان متابع وقعد يتكلم على الاربع دقايق الاساسيين وشكرنا وخلاص وجينا ونمنا وخلاص عدى اليوم. والله يا كابتن مش عايز اقول لك الفرحه اللي دخلت قلوبنا. اخر حاجه بقى اخر حاجه منك بعد ما شكرت ربنا بعد الماتش وحمدته يعني وفضل ونعمه كانت علينا كلنا، اول تليفون عملته كان لمين؟ العيال طبعا، طبيعي طبعا عيالي بقى ومراتاتهم وكده وجوازهم. دلوقتي انا بقيت خلاص ما شاء الله لسه شباب. النطه بتاعت البسين امبارح بتقول لا لسه شباب وجامد جدا كده. انا اللي خدته في الموضوع ده. خدتك بميتك انا امبارح. قلت لك حابلك يا شيري حابلك يا عم بل في يوم زي ده احنا عايزين.